السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرتين وان هندريد. شباب اليوم عندنا الجاين في تيل. طبعا أغلب الناس فيجوا هنا في الجاين هنا بيموتوا من وان شوت هيز ديد لو طبعا البوس سوى اتاك. الجوكر طبعا أنا ما أخذه بس عشان إنه يوصلني للبوس فقط لا غير. أنا ما أبغى أصلا نهائيا هنا عندي ما أحتاجه بس أبغى يوصلني البوس أسرع وقت ممكن يقتل لي الأبراج لأن الأبراج جدا غثة ترى ضربة ضربتين اللي هم الفئة التيم حقه كله رايح. وفي عندنا بعد كده اللي هو العصفور او هو الغراب وتفر. احلى حاجة فيه انه هو بينظف السموم اللي عليك كلها جدا بيشيلها شيء وبيهيل وبيعطي طبعا اللي هو بيعبي لك الاتاك لأي لاعب انت تختاره تحتاجه على حسب. واخر واحد صراحة جدا جدا مهم جدا مهم لانه ما عندي انا غيره بيسوي كنترول جدا ممتاز بيشيل الاتاك بار للعيبة كلهم حتى للبوس. كذا البوس نهائيا ما راح يضرب ولا حيسوي لك دمج الا شيء بسيط يعني بس ما حتموتوا يعني. اللعيبة اللي عندي زي ما شايفين 35 ما عندي 40 ما هم فل ولا الرونز حقتهم واو هذيك الرونز الفايف ستارز ولا هذا كلها تقريبا 4-5 ما عندي 6 لا تشيلهم يمكن عندي واحدة حبة حبتين. خلينا نروح نشوف البوس ايش اللي حتسوي. طبعا في عنده اللي هو كونتر اتاك. كونتر اتاك هذي جدا جدا مصيبة يعني كل 6 تلاقيه بيضرب كونتر اتاك فانت يعني لازم تكون منتبه لأول ما جات على 6 حاول تضرب انت الابراج وبعد كذا تاخذ لك اقوى واحد مثلا عنده ديفنس او اتش بي عالي بياخذ ضربه من البوس يصير يضرب البوس والبوس يضربه اوكي قرقر قرقر كثير ما ابقوا يا ولد اوكي خلينا نشوف الاتاك بار حق البوس زي ما شايفين فل. طيب وعندي انا النينجا فلازم يعني تكون شوي انا عارف في بعض الناس خلاص بيفلتوا نفس التيم وش بيروحوا لكن انا بحاول هنا اشرح لكم يعني بيحطوهم على الوت وخلاص بينظفوا هذا وكل حاجة بس يعني ها كمبتدئين ممكن هاش تفيدهم النقاط هذه اللي انا قلتها. طيب الاتاك بار حق البوس فل في عندي وعليه طبعا الدفنس يعني ممكن البوس حيضربني فانا ايش اللي حسوي عندنا السكيل الثاني اللي هو بيشيل بيقلل الاتاك بار اللي هو حق البوس 30%. خلينا نشوف نضرب طبعا الكونتر اتاك 4 لسه اوكي قلت شيء ممتاز. بعد كده جاتنا اللي هو البوف حق الاتاك باور للبوس ف يستحسن اني انا اشيلها او ممكن انا اعبي هيل يعني شوف خلي الاتاك باور انا بدوريكم خلي الاتاك باور زي ما هي احنا حنعبي هيل اوكي عندنا 6 بعد كده طبعا هذه 6 بالضبط فانا يعني جدا ريسك لو اني ضربت دحينه خلينا نضرب البرج نضرب البرج بعد كده انت تشيل طبعا السموم اللي هو الديفنس اللي عليك حلو. طيب هذا لو انضرب حياخد ضربة كونتر اتاك سيب وخلي البوس يضرب هذا البوس هو ضرب الحين اوكي الاتش بي اوكي ممتاز والدم زي ما انتم شايفين اللي هو البار حق البوس صار قريب النص قريب النص. هنا ممكن انت تشيل ايش ممكن تشيل انت البف وبياخد من الضرب اعلى واحد اتش بي او ديفنس عندك انت في التيم حلوين كذا حلوين كذا. طيب عندنا اللي هو اللاعب هذا والله اسمه معتقد تومس حاجه زي كذا ترمس بس فظيع يعني ما بدي ضرب ولا اي حاجه انا بدي اهم شيء اني اقلل اتاك باور حق الباص ودي كلينت في نفس الوقت ليش عشان ما يديني لا حتى لو اخذت كونتر اتاك ضرب هذا ما عندك اي مشكله نضرب ضربه عشوائي في الجوكر اللي هو اللوشين الفيفرز طبعا والنينجا هذا طبعا هذا النينجا خرافي لانه بيحط اي ضربه بيحط شوف زي ما انتم شايفين سموم 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 انا شوف ممكن اضحي بيه بس خلينا اشوف انا حضحي بيه بس البوس حيموت يعني باخذ اخر واحده يمكن تدينا 5 وبرضه بمات. طيب بكذا طيب شوفوا كيف الحين عندنا هنا الميزه اللي هو اللاعب الاخير هذا في عنده كنترول جدا جامد ممكن التيم حقي كله يموت ممكن ما يموت فانا ايش اسوي عشان اكون ما ابغى يعني السكيل الاخير بيشيل الاتاك بار حق البوس وحق الببراج كلها وانت كده في السيف سايد ما عندك الا تخاف على الكونتر اتاك انه هو لا يضربك ثاني مره وتقعد تدي وتغني عليه ليل تعبي الشباب اوكي تعبي الشباب بتشيل الديفنس بتشيل هذا وبتنظف امورك وهذا وتخش تكة 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 وهو البوس قده ميت ميت فاحنا هنحط له هو على الاوتو
وزي كذا يا شباب. يعني هذا هو كانت الفيديو بس انه شرح على اللي هو الاستاذ هذا الجاينت بي 10، كيف انك انت تسوي السيت اب حق التيم حقك عشان يعني شوف زي ما انتم شايفين ما ضرب هذا الا مرتين اللي هو ميت خلاص مسدوح. بعض الاحيان انا بسويها بالاوتو بتمشي الحال، بعض الاحيان لا صراحه ما هي 100% يعني تقريبا نقول تقريبا 80% عشان اكون واضح معكم. حلو حلوين. طيب ايش اللي جاب لنا اللوت؟ خلينا نشوف اللوت. بروح اوريكم الرونز حقتهم. طب ما هي ممتازه بس ان شيء يمشي الحال. اوكي نروح على الرونز. اول هو واحد اللي انا كنت قاعد العب اللي هو النينجا. النينجا صراحه يعني انا بستخدم في جميع البوابات، ما يعني تقريبا جميع البوابات انا بستخدمه. الشين ما اخذه فقط زي ما قلت لكم للابراج، احتاجوا كريتيكال دامج عالي كريت اوكي فوق ال 60 تقريبا. حلو هذا الستات حقه 66 كريتيكال دامج 91، ما عنده الرونز هي المضبوطه بس بيمشيني يعني بيمشي. وحتى ماني ملفلها هذاك التلفيل، اهم اقل حاجه انه بينظف. بعد كده عندنا اللي هو هذا، انا دائما بشيل تقريبا بحاول اني اخذ انا الكونتر اتاك اخلي البوس يضربني. ليش؟ لانه تانك، حتى في الريد انا بحطه قدام تانك. بيعبي هيل صراحه وكل الرونز حقته اتش بي ديفنس. كوناميا الغراب الازرق هذا هذا من بدايه اللعبه انا هو معايا تويست والله انه ترمس. ده سي او اي خرافه يعني تاخده تسوي كنترول جدا ممتاز. طيب يا شباب اديكم الف الف عافيه، لا تنسونا باللايكات سبسكرايب لو حابين تشوفوا فيديوهات ثانيه وبيس.